في اي وقت وفي اي مكان. هو ده النادي الاهلي يا امير، مع كالتيرون مع اي مدير فني بوفر لك المناخ المناسبه على اساس تبقى انت عارف انت جاي فين، انت جاي النادي الاهلي، فعشان عايز نتيجه يبقى في مناخ مناسب بره الملعب. متخوف من ايه في المباراه دي يا كابتن علاء؟ البدايه تبقى هاديه من ناحيه النادي الاهلي، تبقى سريعه من ناحيته. دايما في المباريات الخارجيه دي ميدو انت كده عارفها كويس قوي، يهمك اول بدايه، خصوصا لما يكون فريق عنده عنده جمهور، عنده طموح، فريق مقلق شويه، ما تدلوش فرصه ان هو يضغط عليك في الاول او يفرض عليك اسلوبه، يفرض اسلوبه، لان انت لو ضغط هو وفرض اسلوبه وشاط شوطه مش عارف ايه، فرصه ضايعه مع الانفعال الجماهيري، في بعض اللعيبه ممكن ياخد وقت هيخرج منك. هي دي اللحظات اللي لازم يبقى فيها تركيز عالي قوي، بدايه المباراه مهم جدا، اول ربع ساعه تركيزك كويس قوي، استحواذك على الكوره يبقى دايما ليك انت، حتى لو مش هتسجل اهداف، لكن مجرد انك تستحوذ بيديك ثقه اكيد، ويصدر للفريق الثاني لا النهارده مش يوم سهل بالنسبه لك، النهارده بتلعب سيد افريقيا، فاعتقد بيبقى الموضوع صعب عليك اكيد. يعني كابتن علاء ميهوب شخصيا كده لما بيشوف لعيب مثلا لعيب عالي قوي، او هو شايفه هيبقى عالي قوي، هيبقى نجم كبير، او يبقى ليه فرص في الاحتراف بره النادي الاهلي او بره مصر كبيره جدا، بتروح تقول له ولا بتخاف؟ يعني انا كنت اكلمك عن ناصر المهر، جابه صورته على طول. ناصر المهر كان معاك منتخب الشباب على فكره. هتروح تقول له يا ناصر خلي بالك انت لعيب جامد جدا وانت لعيب هيبقى ليك مستقبل كبير جدا، ولا هتخاف ان ناصر ماهر ياخد الكلام ده بطريقه ثانيه؟ ايه الصح؟ خلينا نقول ايه الصح الاول؟ ما على حسب، على حسب النوعيه نفسها يا ميدو. لا بعيد عن النوعيه، ايه الصح من الكابتن علاء المفروض يعمله؟ الصح انا لو انا مكان لا اروح اتكلم معاه. تروح تتكلم طبعا معاه. ماشي، دي حاجه كويسه. حاجه ايجابيه جدا نتكلم معاه انك انت لعيب كويس وتبقى كويس، لازم تهتم والكلام ده كلها حاجات كويسه، لان في يوم من الايام الناس القديمه كانت بتكلمني كده اهتم بنفسك وتبقى كويس وي وي، فالحاجات دي ايجابيه جدا يا ميدو، ليه ما اقولوش؟ بس هو بقى ياخد الكلام وياخد الافعال بتاعته على حسب ما هو شايف، خصوصا لما يكون حد بيتكلم معاك موجود في النادي قلبه كتير قوي، فانت بتاخد الكلام، الكلام ده صح، الكلام ده مفيد، انا هبدا اشتغل عليه. زي ما بتتكلم انت عن ناصر، ناصر من اللعيبه الممتازه طبعا وليه مستقبل كبير في النادي الاهلي اكيد. عايز اقول لك ان الكابتن الخطيب حاجه برضو عايزك تعلق عليها. الكابتن الخطيب رئيس نادي الاهلي او اسطوره نادي الاهلي كمان قال خمس رسائل النهارده لاعضاء الجمعيه العموميه نادي الاهلي، اهمها من وجهه نظري قال ان جماهير واعضاء النادي الاهلي هم راس ماله الحقيقي. عايزك تعلق على الجزء. هي ده صح، ما هو ده صح. انت بتاخد كلام من واحد متربي في النادي الاهلي، عارف قيمه جماهير النادي الاهلي، عارف قيمه اعضاء النادي الاهلي، هو ده فعلا راس المال الحقيقي. يعني الناس النادي الاهلي مش جماهير بتروح الاستاد والملاعب، لا جماهير النادي كمان اعضاء النادي الاهلي، والنادي الاهلي ده قائم باعضائه، اعضاء محترمه جدا، ناس تحب ناديها قوي، يعني سبحان الله حتى العضو نفسه تحب، تحس بيحب النادي جدا، مش اللعيب يعني، مش اللعيب بس او المدرب، لا العضو نفسه تحس بيحب ناديه جدا، عايز يبقى احسن نادي في الكون زي ما بيقولوا، عشان كده دايما النادي الاهلي الحمد لله في تقدم دايما، عشان كده بقول لك هو ده راس المال الحقيقي، هو العضو النادي الاهلي. فعشان كده انا بحاول اوفر كل حاجه للاعضاء دي، لان الاعضاء دي تستاهل كل حاجه صح وكل حاجه حلوه، عشان سبب بسيط جدا. الاعضاء حضرتك بتجمعهم ان هم الاعضاء الجمعيه العموميه واعضاء اللي هم الجماهير كمان. بالظبط، لانك انت كل المشارك. انت منتمي لنادي عظيم اسمه النادي الاهلي، فانت كل حاجه بعد كده اكيد هتبقى كويسه. تمام. حسام غالي هو بيعتزل، ما زعلتش؟ جدا. طب ما حاولتش تعمل حاجه؟ لا، في الاوقات دي هو خد القرار، ان اتكلمت معاه قبل ما ياخد القرار، انا شايف ان لسه فهو خد القرار، لكن انا داخليا لا، كنت نفسي حسام يستمر، كان نفسي عماد متعب بيستمر بالمره بقى. لسه اسالك لا لا كنت لسه اسالك لا، ما هو الاثنين دول يعني من الشخصيات اللي ليها معزه خاصه جدا 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 عندي. حسام عشان حته اللي هو انا يمكن الاكتشاف اللي انا شفته فيه، وعماد من هو في الناشئين انا عارفه كويس جدا، متنبئ له بمستقبل باهر جدا، وشخصيه جميله جدا ومحترمه جدا، وبيحب النادي وطبعا ناهيك ان هو راس حربه ممتاز. حسام نفس الكلام، هما دول الاثنين كان انا كان نفسي يكملوا في النادي الاهلي، هما الاثنين حسام وعماد متعب. طب طالما فتحت عماد متعب، يعني عماد متعب من لعيبه حضرتك كنت تفتكر ايام مستر مانويل جوزيه كان بيحط على طول، عارف ان هو كده كده هيجيب جول، يعني عارف ان هو كده كده عماد متعب هيجيب جول، فعماد ما كانش تحت ضغط. لا او ما كانش تحت ضغط، وريني بقى انت عماد انت فين.
هل الموضوع ده فرق مع عماد متعب جداً. بعد ما مانويل جوزيه مشي صح كده؟ فرق معاه مع كابتن حسن شحاته. عشان اكملك بقيه النقطه الممتازه اللي بتتكلم فيها. حته ان انت تثق في اللعيب دي مهمه جدا جدا. بتفرق معايا ميدو أكيد. مش عايز اقول لك اكيد. وعماد من النوعيه دي. عماد تديله الثقه يعني يديك احلى شغل في الدنيا واحلى اهداف واحلى تحركات وكل حاجه. عماد كان بقى مصاب ايام مانويل جوزيه كان بيجيبه يلعب على طول مش احتياطي ويديله وقت لا بالظبط. انا عشان كده هو مستر جوزيه الراجل ما كانش طبيعي برضه خد بالك طبيعي ذكي جدا 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 لا لا شخصيه ذكيه جدا دي اللي نجحته طبعا قويه جدا وذكي جدا بيحب النادي الاهلي بطريقه مش طبيعيه بيحب لعيبته قوي بيدافع عن لعيبته ويعرف يلم لعيبته كويس قوي انت اشتغلت معانا سنه ميدو انت حسيت بالموضوع ده هو بقى في دي انا اشتغلت معاه فتره كبيره جه هو كده بيحب لعيبته قوي بيحافظ عليهم قوي طبعا ده عماد متعب عماد متعب انا في 18 وزي ما بيقولوا في الصندوق نمره واحد اللحظه اللي بتكلم فيها دي مفيش زي عماد متعب في الحته دي عشان كده دايما كان عنده ثقه فيه مش طبيعيه يحصل مشكله عماد مصاب عماد عيان يجي يلعب نفس الكلام مع كابتن حسن شحاته عشان لازم ندي كل الناس حقها كابتن حسن شحاته نفس الكلام كان بيحب عماد قوي وكان دايما يلعب عماد دايما في ثقه في عماد عشان كده عماد تحس ان كان في ابداع انا مدير فني وبديك حاطط ثقتي فيك انت كمدير راس حربه بتاع فانت هترد الثقه دي ازاي منه بالظبط بالاهداف بالحركه بالشغل حتى مش تجيب اهداف بالظبط لكن تحس ان انا موجود انت ثقتك فيا انا لازم ارد لك الثقه الكبيره انت تهاني يعني في لعيبه يا كابتن لما بيبقى نجم قوي زي عماد كده خلينا نتكلم صراحه يعني عماد متعب نجم كبير جدا طبعا. جدا منتخب مصر نادي الاهلي بطولات هداف من العيار الثقيل جدا الفريد جدا كمان حاجه جميله قوي محبوب الجماهير معشوق الجماهير الاهلاويه كمان ما قدرش يرجع يقول انا عماد متعب انا عايزك انت تقول لي انت عماد متعب وانزل خلاص انت عماد متعب مش وريني عماد متعب ده اللي عانى منه طبعا. في حد تاني يقدر يرجع عماد متعب تاني بس مش نوعية عماد مش عماد مش نوعية عماد عماد واخد على طبيعه معامله معينه شغل معين دايما هو وصل له الاحساس ده ان ثقه المدير الفني فيه كبيره جدا 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 من ايام هو صغير على فكره ما هو في الناشئين هو عماد متربي على كده فعماد خلاص الطبع كده والتربيه بتاعته كده فخلاص هو عماد محتاج معامله مش خاصه كدلع لكن معامله خاصه انك ازاي دايما تقول له انا عندي ثقه فيك مش انت بقى كويس عشان انا اثق فيك بالظبط بتفرق قوي مع النوعيه دي بالزبط. في ناس لا يقول لك لا اشوفك الاول وتبقى كويس واديني انطباع انت كويس وانا هلاعبك اكيد عماد لا اكيد عماد انا هلاعبك عشان انا عندي في ثقه فيك كويس قوي ان انت عماد متعب بالظبط هو ده ميدو ده انت كويس وفي اي وقت انا بثق فيك ده اللي كان بيفرق طب انا عندي سؤال انت عارف طبعا انا مش بتخبس عليك بس لا. عندي سؤال برضو عايز انا لازم اساله لك بصراحه فضل. ليه الكابتن حسام بدري ما عملوش كده مع ان الكابتن حسام بدري عاشر من مستر مانويل جوزيه فتره كبيره جدا وعارف بالزبط. ان عارف مين اللي كان بيثق فيهم مستر مانويل عارف ان دول اسلحه بلا حدود بالظبط ليه هي بتبقى سياسات هل ضغوطات هل هو عايز بص. يعمل حاجه جديده لا كابتن حسام مش عايز يعمل حاجه جديده هو فتره مضغوطه كويس جامده جدا دايما مفيش حد زي حد يا ميتو يعني انا مش زيك انت يعني في دايما فروقات كابتن حسام البدري مش هو مستر جوزيه كل واحد دي سياسته كل واحد طباعه الاثنين ناجحين جدا والاثنين انا بحترمهم جدا وبحبهم جدا لكن كل واحد دي سياساته كل واحد ليه طباعه بس لما يكون قدامي مفاتيح نجاح يا كابتن علاء لازم برضو انت تفكر عندك ما هي المشكله انت عندك مفاتيح نجاح لكن عماد جه فتره بعت اصابه عقبال ما يرجع كابتن حسام مش عنده حته مستر جوزيه اللي هو مع عماد يبقى يرجع يلعب لان كابتن حسام كان عنده دايما في لعيبه كتيره وفي ضغوطات وفي لعيبه كتيره جدا وفي زحمه عنده يعني ما هي مش اعذار اكتر ما هي دي حقيقه ان هو دايما كان عنده زحمه في المكان ده فما ما ينفعش حد يبقى يعني يبقى بعيد قوي ويرجع فتره عماد ويلعب يعني فتره عماد لما كان مع مستر جوزيه ما كانش في حد كتير كان دايما عماد وفلافيو حتى عماد لما كان بتحصل اصابه او اي حاجه ويرجع كان بيلعب على طول هي دي الفرق بين ده وده لكن اثنين انا بحترم ارائهم جدا واثنين كانوا ناجحين جدا لكن هي ده في فروقات تميد بين مدير فني حضرتك عاشرت الاثنين فعشان كده لا ما انا بقول لك الاثنين بالظبط مثلا مانويل جوزيه كان شخصيه زي ما حضرتك بتقول شخصيه مش بتتكرر كتير لا لكن مدرب اللي هو ممكن نقول ايه يعني مدرب كوره لكن شخصيته هي اللي كانت منجحاه وده حاجه كل الناس بتتفق عليها دي حقيقه المدرب بقى من وجهه نظرك انت شخصيه ولا فنيات
طبعا الاثنين لما بيجتمعوا بتبقى حاجه جميله جدا. هي دي. لكن الفنيات من غير شخصيه هتخسر، وشخصيه من غير فنيات تروح في داهيه. تروح في داهيه طبعا. لان انا بتكلم على مدير فني النادي الاهلي. لو انت شخصيتك جباره وحاجه جامده جدا لكن فنيا ضعيف، ما انت هتتعرف هتتشاف.